اسمع كلام قرصانه هيديك هدايا كتير وهتاخد اللي انت عايزه. ما انا سمعت كلام قرصانه كتير بس هو دايما بيضحك عليا. ما انت كمان يا تيمسي شوية معاه وشوية مع اولاد ملك الملوك، ما ترسى على بر، يا اما معانا يا اما معانا. قلت ايه؟ معانا طبعا معانا. اهو كده. ايه ده؟ شايف مين اللي هناك؟ دول اولاد ملك الملوك. بص يا تمسي، انا عايزك تروح لهم وتشوفهم بيتكلموا في ايه، وتيجي عند قرصانه وتقول له ايه اللي حصل. طيب ما تيجي معايا. لا مش هينفع، انت عارف انهم ما بيحبونيش وهيحاولوا يخبوا عليا، لكن انت مش هيخبوا عليك وهتاخد اللي انت عايزه. ها خلاص هتروح لهم؟ اوي بس كده. حاضر. يلا بقى بسرعة. حاضر. معلش يا فيلو. اسمعني يا فيلو أرجوك يا فيلوك. افهمني بس شوية. يا فيلو اسمع. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أهلا تمسي. ايه
يا جماعة بتتكلموا في إيه؟ أهلا أهلا يا تيمسي، تعال تعال أقعد. أنا عايز كنت عايز أبقى معاكوا يعني. ومال أنت معانا يا تيمسي؟ شكلكم كده كنت بتتكلموا في موضوع مش عايزين نعرفه. لا لا أبدا، إحنا كنا بنتكلم في موضوع عن الشغل. معلش يا فينو. اسمعني يا فينو افهمني بس شوية. يا جماعة يا جماعة بالراحة بالراحة، اتكلم انت يا مانكو، عايز ايه؟ انا عايز اشتغل كل يوم، عمال اكل موز وفول سوداني فول سوداني وموز، زهقت بقى من القعدة، عايز اشتغل وانا كمان. وانا كمان يا جماعة اهدوا يا جماعة اهدوا. وانت يا حوح عايز ايه؟ انا كمان عايز اشتغل. طيب مادام كلكم عايزين تشتغلوا، خلاص كل واحد منكم يبني بيت ويشتغل فيه جامد، وبابا ملك الملوك بيحب اللي بيبني. حلوة قوي الفكرة دي، انا هعمل بيت وانا هساعدك يا مانكو. وانا كمان هعمل بيت وانا هساعدك يا حوحو. لا انا مش عايز حد يساعدني. ساعديني انا، ساعديني، انا عايز حد يساعدني، ساعديني انا، ساعديني بجد. يا تمسي تحب تشتغل؟ قوي قوي طبعا قوي. خلاص انا ساعد تمسي. خلاص من بكره نبدا الشغل. شيء جميل، حلو قوي، كويس كده. هنشتغل تمسي. اتاخر قوي. ما تقلقش يا سيد قرصانو، زمانه جاي. يا ترى هما بيتكلموا في ايه وناويين على ايه؟ اهو تمسي جه اهو. انا جيت. هما كانوا بيتكلموا في ايه وناويين يعملوا ايه؟ عايزين يوصلوا لايه؟ انت بالراحه يا سيد قرصانو، بالراحه، استنى عليه لما ياخد نفسه. انت يا تمسي، هما كانوا بيتكلموا في ايه وناويين على ايه؟ عايزين يوصلوا لايه؟ انت بالراحة علي يا سعسع، خليه يتكلم. حاضر انا هحكي لكم. انا لما رحت ليهم لقيتهم بيتكلموا في الشغل. الشغل؟ ناه، عايزين يشتغلوا. كانوا بيطلبوا من فيلو انهم يشتغلوا، مش بيحبوا القعدة، قال ايه عايزين يشتغلوا. وبعدين؟ ابدا، فيلو قال لهم كل واحد يعمل بيت. وانا كمان هعمل بيت وسوسو هتساعدني. وانت كمان. خلاص وماله، ابني بيتك بس ناوي تبني بسرعة ولا عايزه ياخد مدة طويلة؟ لا طبعا انا عايزه بسرعة. خلي سوسو تساعدك وتجيب لك القش. وش معنى القش؟ دي احسن حاجة تقدر تجيبها لك سوسو، ومش هياخد منك وقت خالص، وكمان سوسو هي اللي هتبني وانت مش هتعمل حاجة خالص ولا تتعب نفسك. وهوبا بسرعة تلاقي بيتك مبني من غير ما تتعب روحك. صحيح عندك حق. انا اقعد وسوسو هي اللي تبني البيت وانا اخده على الجاهز. انا رايح لها وهقول لها تجيب لي قش وتبدأ في البناء. تمسي يا تمسي، اصحى بقى يا تمسي، يلا بقى قوم. بس بقى اصحى بقى ورانا شغل. يوه، مين عايز ايه؟ انت نسيت احنا ورانا ايه؟ مش في بيت لازم نبنيه؟ يا ستي ما نسيتش، بس في حد يصحي حد بدري كده؟ بدري ايه؟ دي الساعة 10.
هو في حد بيصحى الساعة 10 الفجر؟ يا اخي قوم بقى، فجر ايه ده؟ الفجر ده الساعة 5، قوم بقى. طيب اسمعي، روحي انت هاتي القش وانا هستناك هنا. انت هتبني بيتك بالقش؟ ايوه، انت احسن واحدة تقدر تجيب لي القش. حاضر، هوا هروح اجيب القش واجيلك حالا. براحتك، مش لازم تستعجلي. ازيك يا مانكو؟ مين؟ ساسا عايز ايه؟ بالراحة يا عم، انا مش عايز منك حاجة. انا كنت جاي اقولك مبروك على البيت اللي انت هتعمله انت وارنوبة. انا اسف يا ساسا، مش قصدي، قصدي بصراحة انت دايما بتعمل فينا مقالب وحركات، يعني زي وشك يعني. ايه؟ انا يا عم مانكو لا جاي اعمل فيك مقلب ولا حاجة، انا جاي بارك لك على البيت وبس. الا انت ناوي تبني بيتك بايه؟ بالطوب طبعا. بالطوب؟ طوب ايه يا عم مانكو؟ ده انت هتتبهدل بهدلة وهتتعب تعب، ده غير الوقت اللي هيضيع في بنا البيت، مش هتلاقي يا مسكين وقت تاكل فيه الموز والفول السوداني، ولا هتلاقي وقت تنام وترتاح فيه. هو مين اللي هيساعدك في بنا البيت؟ أرنوبة. ها؟ أرنوبة يا مانكو يا عم حرام عليك، هي أرنوبة فيها حيل عشان تشيل وتحط في الطوب والزلط والأسمنت؟ عندك حق، بس أنا لازم أبني بيت. هو أنا قلتلك ما تبنيش البيت، ابني البيت بس بلاش الطوب، ابنيه بالخشب. فعلا الخشب أجمل وأسهل وأسرع ومش هتعبني زي الطوب. مش هيتعبك؟ هو أنت اللي هتجيب الخشب؟ طبعا. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. هو مين صاحب البيت، أنت ولا أرنوبة؟ أنا طبعا. خلاص، أنت تقعد حاطط رجل على رجل وهي تحول الخشب وتبني البيت كمان، وبقى اديها أجرتها في آخر اليوم، مش كده ولا إيه؟ أيوه. يا تمسة، عايزين نخلص البيت بدري قبل ما الليل يجي. اديني جبتلك القش اهو، عليك بقى تبتدي تبني. انا ابني؟ ايوه طبعا طبعا، بس لازم نختار المكان اللي هنبني فيه، مش كده؟ فعلا، نبني هنا حتى تبقى قريب من قصر بابا الملك. لا لا لا، بلاش هنا، اصلي الشمس جامده قوي عليا وانا بتعب منها. بصي، روحي دوري على مكان على ذوقك انت، انا عارف ان ذوقك حلو. شكرا يا تمسي، انا هروح ادور على مكان يكون حلو وجميل. بتشكر يا سوسو، بتشكر. يا ريت بقى تاخدي القش معاكي وتحطيه في المكان اللي هتختاريه. ماشي يا تمسي، بس مش هتيجي معايا عشان تشوف المكان؟ اصل يا سوسو انا ما نمتش طول الليل، فمحتاج انام شوية. خلاص، عقبال ما الاقي المكان تكون نمتلك شوية وهجيلك بأقصى سرعة. على أقل من مهلك، أقل من مهلك. ازاي عايزني انا اللي اعمل كل حاجة يا مانكو؟ يعني انا اللي اختار المكان واجيب الخشب وابني البيت؟ لا يا مانكو، ده كتير قوي. بص يا أرنوبة، انت مش عايزة تشتغلي؟ ايوه يا مانكو، عايزة اشتغل. خلاص اشتغلي وانا اجيب لك شوية جزر، انما ايه، زي الفل. ايوه، بس انا هتعب قوي يا مانكو. يوه، خلاص يا أرنوبة، انا هجيب حد تاني بدالك يبنيني البيت وادله وجرته برضه، ومفيش داعي تشتغل. لا خلاص يا مانكو، انا هشتغل.
تمسي اصحى يا تمسي. خلاص انا خلصت البيت، قوم بقى. ايه خلصت البيت؟ ايوه بجد خلصت البيت بجد. ايوه تعال عشان تشوفه. ياوي ياوي يلا بينا. لازم اعزم اصحابي فيه. يعني عجبك يا تمسي؟ عجبني جدا. خدي خدي يا سوسو اجرتك ايه؟ شويه حبوب يستاهلوا منارك. الله. شكرا شكرا يا تمسي، مبروك عليك البيت. مبروك عليا مبروك عليا. متشكر خالص، تعبت الجامد يا أرنوبة. هادي يا ست أرنوبة وجريتك اهي، بس شوية الجزر دول أكيد هينسوك التعب. متشكرة خالص يا مانكو، هي بختك يا عم بقى عندك بيت جميل قوي. عن إذنك بقى يا مانكو. انت رايحة فين؟ رايحة أشوف شغلانة تانية أعملها. يوه انت ما بتتعبيش، كفاياكي كده، استريحي شوية بقى. معلش يا مانكو، انا لازم اشوف شغلانة تاني، لو بطلت اشتغل اموت. انت حرة، انت غاوية تعب وخلاص. مع السلامة يا ماركو. مع السلامة. باي باي باي. اهلا يا مانكو، عايز ارنوبة ليه؟ بيتي بيتي وقع من المطرة وعايزها تبني لي بيت تاني. احسن حاجة تبني بيتك بايدك يا مانكو، ولازم تبنيه من حجارة يكون له اساس ثابت في الارض. انت نسيت ان بابا الملك قال لنا كده، اللي يتعب ياخد اجرته، وعلى قد تعبك تاخد اجرك. هو انت تعبت في بيتك يا مانكو؟ سوسو هي اللي بنت بيت تمسي واخدت اجرها، أرنوبة بنت بيتك وأخدت أجرها، وحوحو بنى بيته، بس حوحو بنى بيته بنفسه، تعب فيه وبناه من طوب، عشان كده لا المطر ولا الهوى قدروا يهدوه. الحقني يا قرصان والحقني، الحقني يا قرصان والحقني. ايه في ايه يا تمسي في ايه؟ بيتي بيتي يا سيد قرصان وبيتي. نار بيتك؟ بيتي وقعت، ضاع 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 كل اللي بنيته، ضاع ضاع. بتضحكوا على ايه؟ بتضحكوا على ايه؟ بس يا جماعة بتضحكوا على ايه؟ وانت زعلان ليه يا تمسي؟ هو انت بنيت حاجة؟ ما سوسو هي اللي بنت؟ انت ما تعبتش في حاجة عشان تزعل عليها؟ وإيه اللي وقع البيت يا تمسي؟ الرياح والمطر جمع البيت هدوه. معلش يا تمسي، اعمل لك بيت تاني وخلاص. لا
مفيش داعي يعمل بيت تاني، هو كده كويس، مش لازم تشتغل وتتعب وتبني بيت، يمكن يقع هو كمان، خليك كده أحسن. فعلا خليك كده أحسن، مش لازم تبني بيت. ومين تاني بيته تاد؟ مانكو، مانكو كمان بيته تاد. لكن حوحو حوحو مالحو حوحو بيته ما جرلوش حاجة، ما جرلوش حاجة. بيته كان بنيه من الحجارة والطوب. ايه ده؟ ازاي فلت مننا هوحو؟ ازاي ما خدناش بالنا منه؟ يعني ايه؟ يعني اتغلطت المرة دي؟ معلش المرة الجاية هعرف انتن، لازم انتن، لازم انتن.